بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنئه الى اخي صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى تولي مقاليد الحكم عبر سموه فيها عن خالص تهاني وتمنيته لجلالته بدوام الصحه والسعاده ولشعب المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيق مزيدا من التقدم والتطور مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في برقيته العلاقات الاخويه الوطيده القائمه بين البلدين والشعبين الشقيقين على الاصعده المختلفه